للأسف مؤخرا ولينا كنلاحظوا تزايد نسبة التسوس عند الأطفال بشكل كبير، سخطو بالنسبة للأطفال اللي كيتراوح العمر ديالهم من 3 سنين إلى ما فوق، وهذا الشيء تيرجع للتغذية السيئة ديال الأطفال ديالنا اللي كتكون غنية بالسكريات. أضف إلى ذلك الأطفال اللي تلقاوهم ما بين 3 سنين أو 4 سنين واللي مازال تياخذوا لو بيبغون تينعسوا به، وهذه عادة خاطئة اللي خاصنا نبدلوها عند الأطفال ديالنا، وخاصنا نعودوهم بأنهم آخر حاجة قبل النوم هي تكون أنهم يحكوا أسنانهم، وخاصنا نعودوهم كذلك على زيارة طبيب الأسنان باش إذا كان المشكل كيكون صغير أو تسوس صغير كيكون الحل ديالو بالنسبة للطفل وبالنسبة للآباء سهل، وكلما كان التسوس كبير كلما الطفل كيعاني أكثر، وبهذا كنتفاداو الفوبيا ديال الطفل من الدونتيست، وكنتفاداو حتى المشاكل اللي يقدر يخلق لنا هذاك التسوس بالنسبة للسن اللي غيجي من مر السن اللباني.